ليش اليوم أخذنا الأنكسيتي؟ ليش القلق اليوم طارح مشكلة وعنا كلنا يلي بحياته ما حس بالقلق؟ أكيد الأسباب كتيرة، تراكم المشاكل بلبنان بسميها الأدفرسيتي أو الأدفرسيتي بالفرنساوي، الأحداث المؤلمة يلي عم نعيشها بيوميات حياتنا بتخلينا يتراكم عنا مصادر القلق. بس اليوم أكتر وأكتر طارح مشكلة هي الحرب يلي صارت بغزة ويلي بلشت بجنوب لبنان، ويلي كلنا منقول هل في احتمال توسيع الحرب ولا لا؟ قدي في شانس للحرب وقدي في شانس لعدم الحرب؟ في ناس كتير تركوا لبنان لأنه كانوا مأكدين أنه في حرب، في ناس ما عم بيروحوا على أشغالهم لأنه خايفين من الحرب، في ناس ما عم يبعثوا أولادهم على المدرسة لأنه حاطين براسهم احتمال الحرب. أنتوا بدي لكم أبطال عم تجوا على الجامعة وعم بتكفوا تدرسوا، ولكن عرفوا أنه في طلاب مثلكم لو إجوا على الجامعة ما عم يقدروا يركزوا، ما عم يقدروا يدرسوا، لأنه لو ما عنا حدا بالجنوب، بس الجنوب هو بيتنا، هو وطننا يلي عم يتعرض كمان مثل ما عم تتعرض غزة لحرب دارية وما فيها منطق، ويلي بيشوف يلي عم نشوفه على التلفزيونات عن غزة وعن الأولاد كيف عم يتقتلوا وعن الدمار، ما فينا ما نتصور انه يمكن هيدا يصير بلبنان. وبالتالي مجرد ما نحط شيء بنسميه anticipation يعني استباق الأمور، وكأني حكما رح بتصير، يلي قادر يسافر عم بيسافر، يلي قادر يترك بيته عم بيروح على أماكن بيعتبروها أكتر أمان. بس مين بيقلنا وين في أمان بلبنان؟ مين؟ وقتها بيقرروا وقرر رئيس الوزراء إنه يصير ببيروت مثل ما عم بيصير بغزة، يعني بيروت العاصمة، ما عادت المشكلة الحرب بجنوب، صارت احتمال الحرب هون. بس إذا ضلينا عايشين باحتمال الحرب رح نضلنا موترين، ورح تشوفوا شو عم بيصير فينا، قلقنا رح يزيد، أمراضنا الجسدية رح بتزيد، رح نختل شوي لأنه رأسنا ببطل يفكر، ببطل قادرين نركز، ببطل قادرين ندرس. مشان هيك بدي أقلكم أنتوا أبطال، مش بس عم تجوا على الجامعة وعم تجوا على المحاضرة، بدي أشكركم لوجودكم وبدي أقلكم رح تتعلموا كتير أشياء حلوة رح نشوفها سوا. ليش فإذن اليوم أكتر وأكتر عم نطرح مشكلة الانكزايتي؟ رح حط أجوبة على شو يعني انكزايتي. ستون رياكتيفيتي إلفي، يعني هي ردة فعل جسمنا يلي بيكون أنكسيو، هو عنده جسمه ردة فعله، أنا بسميهم تيربو، مثل السيارات التيربو يلي بسرعة تطلع الفيتاس تبعها بقوة بسرعة، موتورنا بيكون قوي لما منكون أنكسيو. فإذا مثل يلي بيستنفر بمدفعية تيقتل نملة أو صرصور أو دبانة، فإذا وهيدا جسمنا ما منتحكم دايما بالرياكتيفيتي الفي تبعنا، مش كلنا عنا نفس الرياكتيفيتي، بس يلي جسديا وارد يا من أمه يا من بيو يا من سته وجده وارد. هل أنا بسميه نعمة، هالنعمة إنه جسمه بسرعة يستنفر تيدافع لأنه عنا استعداد للدفاع، هيدي نعمة، ولكن هيدي النعمة فيها تصير نقمة إذا معرفنا سيطرنا عليها. فإذا هي أول شيء ردة فعل جسدي فيزيولوجي. تاني شيء في بدماغنا منطقة أورغان اسمه الأميجدال، والأميجدال هو الرادار يلي بيلقط كل شيء بخوف، كل شيء ممكن يخربط، كل شيء ممكن يأذينا، بيضوي بيستنفر ألارم حتى قلنا انتبهوا، كونوا حريصين، كونوا مستنفرين تدافعوا. دونك هيدا الرادار يلي بخلينا نكون مستعدين للدفاع. ولكن في ناس الرادار تبعهم السنسيبيليتي تبعه أكبر،
مثل بتعرفوا في سيارات بس نحط لهم ألارم، إذا شي بيقرب عليهم على متر بدقوا، في سيارات سنسيبل أكتر على 40 متر السيارة بتدق، وفي سيارات ما بتدق إلا إذا حطيتوا إيدكم عليها. وبالتالي السنسيبيليتي تبع الأشخاص تبع الأميجدالا بتختلف من حدا لحدا. ليش في أميجدالا بتستنفر بسرعة أكتر؟ لأنه بيكون فيها تراكم أخبار وتروما من الماضي، تراكم حروب، يلي من جيلي وعيش كل الحرب بلبنان أكيد متراكم براسه تروما إلى علاقة بالحرب بتخليه يخاف أكتر من يلي من جيلكن ما مرق عليه حروب. وبالتالي الولد يلي تعرض بعيلته لمشاكل بالتربية هيدا كمان الأميجدال تبعه بتكون سنسيبل أكتر وبتجن بسرعة أكتر. باللبناني منقول جنيتها استرت، يعني يلي عم بسوق بلبنان اليوم أكيد بده يكون قادر يضبط أعصابه تيقدر يكفي، ولا إلا يا بفوت بالحيط يا بيطفي السيارة وبيوقف على جنب. فإذن الأميجدالا هي بتحمينا من كل خطر ممكن نعيشه. كتار ناس بيقولوا إذا هيدي الأميجدالا بتجن وهي اللي بتخربطنا تعو تنشيلها وليه بدنا نخليها. وبوقت من الأوقات بتطور العلم في طبيب قال إيه فينا نشيلها لهيدي الأميجدال، ويلي عنده قلق شديد ببطل عنده قلق، وهيك منكون عالجنا المشكلة. وهيدا الزلمة هيدا العالم هلأ اسمه ما إجا على بالي ومش مسجلته أخذ جائزة نوبل لأنه نجح بالعملية تبعه. بس صرنا نشوف بعدين آثار هالعملية قديش بشعة، إنه هيدا حدا ما بيعرف قيمة الخطر وبالتالي ما بيحمي حاله. هيدا اللي بيطلع على الموتو بنص دين الأوتوستراد على دوليب واحد وما بيفكر إنه ممكن يأذي الآخر. هيدا اللي جاي بعكس السير ومع أولاد ومش حاطط كاس على راسه ما بيفكر إنه في خطر عليه وعلى أولاده على الموتو. وبالتالي بيصير الواحد بلا مخ وبعرض حاله للخطر أكتر وأكتر. إذا شلنا الأميجدال يلي هي بتنبهنا وبتخلينا نكون قلقين ما فينا نشيلها لأن هي الحماية، إذا شلناها منصير بلا مخ، ما منقدر العواقب، ما منقدر الريسك، ومنرتكب حماقات تأذيلنا حياتنا. فإذا مشان هيك بقول الأنكسيتي هي نعمة، هي نعمة إذا عرفنا تحكمنا فيها. واليوم بدنا نتعلم كيف نتحكم فيها حتى تضل نعمة ما تصير ديسجراس، ما تصير نقمة. آخر شغلة بحب أقولها إنه الأنكسيتي الأميجدال بس تجن بتعطي أمر لجسمي بيفرز 30 هرمون، 30 هرمون اسمهم هرمون دو ستريس. بس هيدي انرجي مثل البنزين للسيارة، إذا معكم فراري ما فيها بنزين ما فيكم تسوقوها ما فيكم تستعملوها. فإذا جسمنا بدون الهرمون دو ستريس قلبي ما بعود يشتغل، رواييي ما بعودوا يشتغلوا، أنا بحاجة لهالهرمون يلي اسمها انرجي. بس تصوروا كل ما بيتراكموا الهرمون دو ستريس بجسمي بيبطلوا انرجي، شو بيصيروا؟ سم. باللبناني منقول نسم بدني. اللبنانية اكتشفوا أهمية الهرمون دو ستريس قبل ما العلم يسمي لنا ياهون. كنا نقول بس نغضب بس نحزن بس نتضايق منقول نسم بدني. مظبوط الهرمون دو ستريس هو انرجي بس لما بيتراكم بيصير سم وبيسم لنا كل جسمنا. هلأ على هيدا الأكس من الصفر للمية دو زيرو أسان، الخمسين هو النيفو دو رياكتيفيتي المعدل، بس نحنا فينا نكون أقل قلق لحد الخمسة وثلاثين وفينا نكون أكتر من المعدل قلق. بس هيدي الزون من الخمسة وثلاثين للخمسة وستين هي اللي منسميها الزون نورمال، أنكسيتي نورمال. في ناس شوي أكتر في ناس شوي أقل بس منا باتولوجيك. بس يلي ما عنده
مخ بيكون أقل أنكسيو، ما بيعتلهم، ما بيعتلهم شيء، بس سي باثولوجيك، هيدي حالة مرضية، وهيدا بيقدر ياخذ دراج ويقول ايه دراج بيأذي كل العالم بس ما بيأذيني، وباخذ الألكول بيأذي كل العالم، الدخان بتأذي كل العالم بس ما بتأذيني إلي. هيدا بعرض حاله، بعرض ولاده، بعرض عائلته للخطر. ويلي فوق ال 65 قلقه هالقد بيصير كبير، وهيدا الشيء بشله، بيحبسه، بخوفه، لا بعود يقدر يروح على الجامعة مثل ما عم بيصير كتير من الطلاب اليوم، ما بيقدروا يروحوا على الشغل، وإذا راحوا لا بيقدروا يكونوا إفكاس، لا بيقدروا يدرسوا لامتحاناتهم وعندي كيات، إلا ما نعطيهم الدواء تيقدروا يبلشوا يهدوا الأميجدال ويبلشوا يشتغلوا. فإذا كل شيء زاد، المثل اللبناني بيقول بالمعنى ناقص، يعني كل شيء زاد بالأنكسيتي بتصير مرضية، وكل ما الأنكسيتي قلت عنا بتصير مرضية. شو اللي بخلينا نكون بحالة قلق؟ بالمبدأ قلنا إنه في باز جينيتيك، نحن تيربو أرمند ستريس، هيدا يلي جسديا وارد. بس يلي بدي أخبركم إياه وبحب تتذكروا هالمعلومة الجديدة العلمية، بس كتير جديدة، إنه الفحوصات اللي عملوها على الـ ADN ثبتوا إنه إذا امرأة تعرضت، خاصة هي وانسانت، لتروما بحياتها، فيها يتخربط الجين تبع الولد يلي حملته ببطنها، مش بس الجين تبعها، والولد يلي ببطنها بيحمل الأنكسيتي وبيورتها لتالت جينيراسيون. ثلاث جينيراسيون، ثلاث جينيراسيون بيكونوا عم يتعذبوا. اليوم يلي عم بيعيشوه بغزة، التروما اللي عم بيعيشوها النساء والأطفال وكلهم، هيدي بدها تدوم ثلاث جينيراسيون. يلي عيشوا الأرمن من 100 سنة كمان نقلوا، بس اليوم ما كنا نعرف، كانوا يفتكروها، في ناس حطوا النظرية بس كنا نفتكرها خيال وتنظير، بس اليوم عنا دراسات على الجين بتأكد إنه نحنا إذا تعالجنا ما مننقل القلق كمرض، مننقله قلق طبيعي. إذا ما تعالجنا فينا ننقله لأولادنا، ومن هون رغبتي ساعدكم حتى ما تضطروا تنقلوا لا لأولادكم ولا لأصحابكم القلق. Trop de stress vécu par la femme enceinte. فإذا المرأة قد ما هي وحبلة بتعيش ستريس، قد ما فيها تكون هي أنكسيوز ولادها أنكسيوز. إريتاج إدوكاتيف، يعني طريقة التربية، مش وحدة الجين بتخلينا نكون أنكسيو. إذا أنا أمي أوعى تظهري لبرا، برا في شياطين، في ناس كانوا يقولوا للولد إذا بتنزل إجرك عن التروتوار تمشي على التروتوار، إذا نزلت تحت التروتوار في شيطان بيلقط لك إجرك وما بتعود فيك تكفي تمشي. تصوروا قديش كانوا يتخيلوا مواضيع للتخويف، بس الولد يلي من خوفه كتير ما بعود بينشل بينحل، وبما أنه صغير ما بيقدر يفكر منطقي، بيصير يخاف من الأشياء اللي ما أنا منطقيا بتخوف. وبالتالي طريقة التربية إيه فيها تخلق عنا موانع. أوعى يكون عندك أصحاب، أوعى تحكي مع الرجال، وخاصة إذا كانت بنت. إذا بالجامعة في أصحاب لإلك إيه فيك تصاحبي بنات، بس مش صبيان، لأنه الصبي دايما بيغريكي وبيتحبب منك وبيقرب عليك، وبعدين بتفوتوا بالسكشوال أبيوز وما منعود نخلص. بيصوروا لها للبنت الشاب وكأني لولو دو شابرون روج يلي بتعرفوه، والواقع انه اكيد في بنات بيغروا وبيجروا، وفي بنات قبضيات بيوقفوا بيدافعوا عن حالهم، في صبيان بيخافوا اكثر من البنات، بس هودي بيخبوا ما بيحكوا. باكد لكم نسبه الصبيان اليوم اكثر بكثير، واذا ضل معي وقت بقول لكم ليش. فاذا التروما، الصدمات يلي منعيشها نحن وصغار، اكيد بتخلينا نكون كتير انكشس. ومسابه هلا عندي كا اجت لعندي بعمر 76 سنه، تعرضت للاغ
مش اغتصاب قد ما هو تحرش جنسي من عمها، كان عمرها 7 سنين، ومن وقتها عندها الانكسيتي اللي بنسميها اوبسيسيون دو لا بروبرتي، بتنظف وبتغسل ايديها وبتغسل، ما حدا ما بتخلي حدا، ما بتستقبل حدا ببيتها، لانه بيبقى حامل سيور، حامل مشكله مرضيه معينه، حامل فيروس. اذا قاعد على الكنبيه بتغسل، اذا اضطرت تستقبل حدا بتغسل مش وجه الكنبيه، الكنبيه كمان. انتوا بتعرفوا قديش بكوفيد في ناس صاروا انكسيو اكثر لانه خوفا من المرض. فاذا كل هودي، ولكن يلي أكثر اليوم بيعملنا قلق هي الانسرتيتود. شو يعني انسرتيتود؟ الشيء اللي بلشت فيه قلق، فيه أو ما فيه حرب. كل الإعلام بيقولوا 50% إيه و 50% لا. هيدي الانسرتيتود بتخلينا نعيش قلق أكبر، لأنه كيف بدنا نتخبى؟ شو بدنا نعمل؟ ما عنا إمكانية، وين بدنا نروح؟ ما عنا إمكانية تحضير ليلي بده يجي، لأن ما بنعرف شو بده يجي. وبالتالي احفظوا هالفكرة، ما كتبتها أنا، بس الانسرتيتود، عدم الاستابيليتي، ما في أساس للأمان تبعنا، هيدا بيخلق قلق كتير كبير. مين منكم إذا دق الباب بيفتح بدون ما يعرف مين عم بدق الباب؟ دو تروا، برافو. بالمبدأ اليوم قد ما عم بحذروكم، اوعى تفتحوا لجيب الكهرباء، اوعى تفتحوا لإكس، اوعى تفتحوا لإجريك، لأنه كلهم عم يتنكروا إنه جايبين دليفري لإلكم أو جايبين شي لإلكم تحت يعتدوا. وهيدي مزبوطة وعم بتصير، بس إذا كل واحد منا بده يحط براسه إنه كل يوم نحنا ممكن نتعرض، ما بنفتح الباب حتى لو سمعنا صوت بنتي او ولا هيدي بركي مش بنتي، اذا ما فينا ندور ونتاكد مين وكيف ونسمع صوت الولد يمكن ما عم نسترجي نفتح الباب. اكيد مش انا، بس انه انا جو سوي دو ناتور انكسيوز، بس اكيد اشتغلت على حالي. وانا اكزامبل باكد لكم انه وقت كنت بعمركم واصغر، كنت كل ما وكنت مع انه كنت الاولي بصفي، بس كل ما بدي اخذ الكلام كان وجهي يصير أحمر مثل الدم، وقلبي يدق يدق وصوتي يرجف. بس أنا بال2007 وقفت بالأمم المتحدة ودافعت عن قضية المرأة، أنا بالفاتيكان وبوجه البابا قلت له كلكم مغلطين وهيك لازم يصير، تصوروا بدون ما يرجف صوتي، معناتها فينا نتدرب نسيطر على الأميجدالة تبعنا، وفينا نتدرب نسيطر على الأنكسيتي، تضل حامية بروتكسيون لإلنا، حماية لإلنا، مش مشكلة وخوف. هلأ الانكسيتي دو بيرفورمانس هي الانكسيتي قبل الفحص. مين منكم قبل الفحص بيجعوا بطنه وبتمشي معدته أو ما بينام؟ أو كلنا تقريبا منتخربط نومنا قبل الامتحانات كلنا، بس في ناس أوجاعهم أكتر من ناس تانين. وبأكد لكم انه في ببلشوا من هني وصغار كتير، بس بتبين اكتر بعمركم الادوليسانس واكتر، منصير عتلانين هم نسقط، منخاف من الفشل، منخاف انه صورتنا عند اهلنا نخيب لهم امالهم لاهلنا او لرفقاتنا، وخاصة اذا في بوي فريند وغيرل فريند، منخبي كل مخاوفنا، اوعى نبين انه نحن ضعاف. ولكن للأسف صورتنا عن سيتنا بتتخربط ومنحسنا ضعف. الانفيرونمان هي قديش المجتمع اللي حوالينا، قديش المجتمع اللي حوالينا بغذي الانكسيتي. ما في رئيس جمهورية وبينتو ما في قائد جيش وما في إكس وما في إجريك، ما في حدا انت يحمينا، كيف يعني ما بده يكون عنا قلق؟ شو العناصر بس يلي بذكرها بسرعة؟ كوفيد، للأسف كوفيد هلأ بعده عم بخربط أكثر من الأول، مع أنه أغلبنا عاملين الفاكسان لأن كانوا يجبرونا. والأنكسيو باتولوجيك لازم يكون 30-35% نورمالمون. اليوم بأمريكا، بكندا، بفرنسا، الإحصاء بتقول عند الجون يونيفرسيتير 80
بالمية من الجان عايشين أنكسيتي، بس عم يشتغلوا على حالهم أو عم بيفوتوا، ونشكر الله في بالماس ميديا دي يوتيوب دي تريك بيساعدون إنه يسيطروا، وخاصة يلي بيعملوا سبور. البروي الصوت والعجقة والضجة ما بخبركن قديش الناس يلي مرهفين وأنكسيو قدي بيتضايقوا من الصوت. الصوت أكبر ستريسور، مشان هيك يلي بيطلعوا على الضيعة وبيسمعوا سكوت الضيعة والعصافير، هيدا كله شفاء وريباراسيون للأصوات يلي منسمعها بالمدينة، وخاصة لما بكون البيوت قراب من بعضهم وجاري بده يحضر تلفزيون بده يقعد على البلكون تيحضر التلفزيون وبعلي الصوت على الآخر وبيجبرني أسهر وما نام قبل ما هو ينام، خاصة لما بكون في احتفالات وفي بيرثداي أو في أعراس أو في الله يستر. الشوب بيعمل ستريس وبيعلي الانكسيتي، العنف التهديد بالعنف مثل ما عم يهددونا بده يحرقوا بيروت مثل غزة، الحرب صارت أو ما صارت إذا براسنا بتعمل انكسيتي، السرقات يلي عم بتصير إذا جاري انسرق على الميديا بيصير مليون حدا بيعرف إنه جاري انسرق، وإذا كل يوم بتجيني خبرية إنه انسرق. إذا بأكد لكم بأمريكا وقت انقطعت الكهرباء ألفات ساعة ألفات السرقة صارت، بلبنان ما صحيح إنه ما عندنا سيكوريتي كتير، بس اللبنانية بعضهم أبضيات وأوادم وعندهم إيمان كبير وعندهم تمسك بالقيم بنسب أكبر، وهيدي بدون ما أعمل ستاتستيك بأكد لهم إياها أكتر من أي بلد بالعالم، خاصة فعل الإيمان بغض النظر عن انتمائنا الديني، فعل إيماننا هي بتخلصنا. الكاتاستروف ناتورال، بتعرفوا شو عم بيصير برا من طوفانات؟ نحن إذا شتت الدنيا وعامت الأرض شو هالبلد ومنسب البلد. بفرنسا باتكاليل أمسابي بحضر أخبار فرنسوية، بأكد لكم صار لهم شهر طوفانات ضيع مثل ما هي، فضوها من بيوتها لأن مش عم يقدروا يعالجوا المشكلة، مش عنا وبس. الكاتاستروف ناتورال إن كان زلزال يلي صار بتركيا ويلي خوف اللبنانية، لما صار عنا زلزال ما صار شيء، بس العالم بأكد لكم وبيناتهم الناس أنا ساعدتهم تيتغلبوا على الأنكسيتي تبعهم، كانوا ياخدوا أولادهم ويناموا بملعب الجمهور لأنه أولادهم بالجمهور وما في بنا، الملعب كتير كبير، كل الليل بالسيارة تنيم أولادها من بعد الهزية اللي صارت بتركيا. فإذا إيه التروما والكاتاستروف ناتورال، البانديمي مثل كوفيد، قدي في ناس ما بقى يستقبلوا بعضهم لهلأ ما بيستقبلوا، في ناس كتير بعضهم لهلأ ما بيسلموا باليد أو ما بيعبطوا، أور التسلم تسليم باليد والعبطة والحب بيعملولنا كتير مناعة، بس للأسف كله هودا عم ننحرم منهم باسم البانديمي. الرمار هي الإشاعات اللي بتطلع وكلها كذب، وانتو بتعرفوا أكتر مني قديش السوشيال ميديا بتكذب عن الناس وبتلعب بعقولهم، وخدوا مني التسمية بسميهم للسوشيال ميديا تروب دوكيباسيون مونتال، جيش احتلال عقلي بيحتل عقلنا وبخلونا نفكر مثل ما هن بدون. ايه هيك عم تعمل الميديا. بأي عمر بتبلش الانكسيتي أقولكن؟ بما أنه جينيتيك كتير بكير. بأي عمر؟ الدراسات بتقول بعلم النفس بالسبعة أشهر بتبلش شيء اسمه أنغواس دو سيباراسيون أو أنغواس دابندون، يعني الولد إذا بكي وصرخ وأمه مش باللحظة إجيت شو بحس؟ تركتني، تخلت عني، دونك اباندون او افترقنا وما بقى في مجال للقاء مجددا. وبالتالي كل غياب للام وكل تاخر بالرد على صوت البيبي، البيبي بيعيشوا انغواس دو سيباراسيون. بس ايمتى ببين اكثر هالانغواس دو سيباراسيون؟ ببين بثلاث سنين بس يروحوا على المدرسه، تتذكروا قديش الأولاد بيبكوا وقديش بيضلوا يبكوا. وبتذكر إن دو مي باسيونت، لأنه كنت بالأنديو بهتم بطلاب جامعيين، بتقلي أول مرة رحت على المدرسة تمسكت
بالحديد تبع البوابة، ما حدا قادر كان يشل إيدي عن الحديد. يعني تصوروا طالب جامعي عم يتذكر الرياكسيون تبعه بفوتة المدارس، كيف بده يترك أمه؟ كيف أمه وصلتني وراحت ورا الدارة والأم بتكون حرام عم تبكي أول مرة بتوصل ابنها على المدرسة أو بنتها على المدرسة؟ بس بالنسبة للولد أمي تخلت عني. والأنغواس ببين بعمركم نفسه يلي اسمه أنغواس دو سيباراسيون، لما نكون نحنا التعلق تبعنا قوي، وكل الأنكسيور الحساسين بيتعلقوا بقوة، بيحبوا بقوة حتى لو الآخر ما بيستاهل المحبة. وإذا لحقوا تراكم شو بيصير؟ بيعملوا ديبرسيون وبكي ونحيب أوكي. ليش؟ ليش؟ لأنه الأنغواس دو سيباراسيون من هني وصغار ما تعالج. من هون صرنا اليوم منعرف إنه الولد بيقدر يعمل ديبرسيون مثله مثل الكبير. وأول ديبرسيون لاحظناها بالشهر الأول من الحياة، ما رح فوت تفاصيل حتى امشي بسرعة أكتر، بس عرفوا إنه الخوف ببين كتير بكير وبالأشهر ببين من الزيرو لأنوف. إذا منسميه أنغواس دو سيباراسيون أو الترك الأباندون هو تخلى تخلي، من الآن لتروى هو الضجة القوية بتخوفه أكتر، طبش باب خاصة إذا الرجال بيفتكر إذا صرخ هيك بيسيطر على مرته. ومعليه رجال لازم يصرخ وأبداي، هو إذا صرخ على مرته واعتبر حاله ما عم يعمل شيء. أكيد الولد بعيشة تروما هو وصغير وبهيدا العمر، 4 لـ6 سنين بيخافوا كتير من العتمة. مشان هيك بتلاقي أولاد كانوا يناموا مع أحليهم بأوضتهم، شوي بالثلاثة والأربعة ببلشوا يوعوا بالليل ويفتحوا باب أهلهم ويجوا وبدوا ينام حد أهله، أو بدوا إنه أمه وبيه ترجع تنام عنده، وهيدي كتير بهيدا العمر. كتر أسيس هو الكتر أسيس هو البردو الأوبسكوريتي، بس مش معناتها الباقيين راحوا واختفوا، بس هودي يلي أكتر شي ببينوا، بس كل الباقيين بيبقوا منضل حاملينهم كل عمرنا إذا ما عالجناهم. سيت أناف هو البردو لامور، الخوف من المرض والخوف من الموت ببلش بعمر 7 سنين عند الولد. وكتار من الأدولت من الأهل بيفتكروا إنه شو فهموا وبيحكوا قدامه، مثلا ماتت التيتا مات الجار، بيحكوا قدام الولد والولد عم يلعب، بس الولد عم يسمع والولد عم بيخاف. وبيصير إذا مرضت أمه، مام شو بكي؟ مام رأسك عم يوجعك؟ مام يعني بدك تموتي؟ في أولاد بيعبروا، وهيك فينا نساعدهم يفكروا، بس في أولاد ما بيعبروا، بيبكوا وبيخافوا وبيخلوا الخوف بقلبهم، بيخافوا يقولوا لأهلهم شو عم بيعيشوا وشو عم بيفكروا. وبأكد لكم طلاب كبار 30 سنة بالأنديو كبار جامعيين ولا مرة استرجوا يقولوا لأمهم أو لبيهم أنه كانوا يخافوا وقت بيهم يطلع صوته، أو يخافوا إذا أمهم مرضت وتعبت. وبتعرفوا الأم لما البي ما كتير بيشارك بالبيت وهي بتشتغل جوا وبرا قدي فيها تكون عم تتعب، كل صدمة بتصير معنا بتدمرنا. وهيك كان قديماً العلم، كل الدراسات كانت قديش منتدمر بعد الصدمة وشو بيصير بعد الصدمة. علم اليوم البسيكولوجي مودرن بيأكدوا على البوزيتيف أكتر وبيقولوا بس بالحالات يلي الإنسان ما عنده الفاكتور دو بروتكسيون رح نحكي عنهم، إذا ما عنده وسائل الحماية، يعني ما عنده حدا بالعيلة يحل محل البي أو يعطيه العاطفة ويعطيه الحنان، إذا ما في مش بس سبستيتو فاميليال، إذا بالمدرسة ما تفهموا إنه ليش عم تبكي وليش قاعد وليش ساكت، إذا بالمدرسة عملوا له بولينج بيكون رايح نحو النيجاتيف، إذا كانت المدرسة بروتكسيون، إذا في استاذ حضنه، إذا في راهب، في خوري، في شيخ حضنه وفسر له بالطريقة الأفضل من يلي أنت فسرتيها، كان بيقدر يساعده وبالتالي بيقدر يكون أبضاي أكتر من غيره. بس مجرد السكوت أنا بالنسبة لي بطرح علامة استفهام، بقول يا ريت يطلب المساعدة. لأنه هلأ بعدني عم خبركن عن الولاد قدي بعينه، بس يلي الدراسات أثبتت إنه إذا نحنا منهتم بالولاد، الولاد بيتعلموا بيصير عندهم مناعة كل العمر. تصوروا مش بس مناعة
حالية وآنية بيصير عندهم المناعة كل العمر. ومشان هيك منقول إذا نحن اليوم بدنا ندفع مصاري تنساعد ولد يطلع من الأنكسيتي تبعه يمكن تكلفنا 1 دولار بار جور، وقت يصير أدوليسون بصير يكلفنا 10، وقت يصير أدولت بصير تكلفنا 100. لأنه نحن، وبحب تحفظوا الفكرة، نحن منهضم أوتوماتيكمان 70% 70% من الصدمات، لأنه راسنا هيك الله خالق راسنا قادر يحل، بس أكيد بتاخد شوية وقت. لما منفقد أم، أنا بعمري كنت أقول وقت فقدت من أمي من 10 سنين كنت أقول أف عن جد حسيت حالي أورفلين، يعني بحس الواحد حاله يتيم لما بيفقد أمه بحي الله عمر. بس مع الوقت أكيد منتخطى وبصير بالعكس بقول نشكر الله هي بالسماء ما شافت كيف ابنها توفى كان عمره 50 سنة. خيي دونك وقتها توفى خيي قلت أنا إنه أف منيح أمي ماتت قبله ما شافت هالصدمة الكبيرة. عكبر الخوف تبعنا بصير خوف من الجامعة، إذا رحنا على الجامعة رح ننجح أو ما رح ننجح، إذا عملت اختصاص طب خاصة لأنه شيء كتير مهم والهندسة شيء كتير مهم. بأكد لكم طلاب الطب وهيدي دراسات ميدانية وستاتستيك 70% من طلاب الطب بياخدوا شيء دواء الكول دراغ، 30% بياخدوا أدوية والباقيين ما بعرف شو بيستعملوا لحتى يقدروا يداينوا ويدرسوا هالقد ويتعبوا هالقد. فإذا الخوف من الالتزام هو يلي بخربطنا. لفوبي ديفيرس، في ناس بخافوا من الدم لو كان كبار ومزوجين وأطباء، في ناس عندهم فوبي دو سون، في ناس بخافوا من الحيوانات من الأشياء العالية من المحلات يلي فيها كتير ناس. شو بتعمل فينا؟ هون رح أمشي بسرعة. شو بتعمل فينا الأنكسيتي؟ أول شي بتعمل فقدان لقدرتنا نعمل كنترول، بيرت دو كنترول فيزيك، ما بقى نسيطر على جسمنا. أوجاعنا بتزيد، واليوم في مرض اسمه الفيبروميالجيا. الفيبروميالجيا هو المرض يلي فيه أوجاع بكل الجسم ما في ولا سبب جسدي، هو الأنكسيتي. بس مش بس هيك، وجع راسك، ورع كتافك، وجع بطنك، كل جسمك صح. الديسفونكسيونمان خربطة بوظائف جسمنا، فينا يتخربط النوم ما بعود فينا ننام، يتخربط الأكل ما بيطلع ما منحس بالجوع، في ناس ما بحسوا بالشبع بيأكلوا ما بي. صح، هيدا إثبات إنه الحرب اللي عم بتصير بغزة واللي عم بتطول كرمة طالت. بالأول 1000 ولا 1000 مات شوي، 2000 شوي، صرنا بال15000، وبيناتهم أولاد وبيناتهم نساء، وشفنا صور الدمار. كيف ما بدنا نعيش قلق وكيف بدنا ننام؟ لأن المشكلة وين؟ الناس ما بتعرف إنه نحنا راسنا وقت ننام ما بينام ولا تكة، راسنا بيضل يشتغل ويفكر بالأشياء النيجاتيف يلي عشناها بالنهار، وبالتالي بالليل بيزيد الهرمون دو ستريس بيصير كورتيزول. برافو عليك، بيصير سم، بيصير كورتيزول مزبوط. أنا عم سميه سم حتى ما أجيب كلمات بعد علمية خربتكن، بس إيه الإنرجي بتصير اسمها كورتيزول وبتصير تمرضنا أكتر وأكتر. فإذا كل ما زاد الوجع، كل ما نحن بسيشيك ما حسينا انه ليه عم بتصير، ليه ايدي عم يجعوني، ليه راسي عم يجعني، ليه اجري وانا صبية وانا لازم وانا رياضية وانا كل عمري. واغلب الناس كانوا يعملوا رياضة وقفوا رياضة لان عندهم اوجاع، بدل ما يزيدوا الرياضة وقفوا. دونك عم بيوقفوا كل الرسورس، جسمهم بيتخربط، مصارينهم بتتخربط، الجت سيستم بيبعت مساجات على راسنا اكثر ما راسنا بيبعت مساجات على جسمنا. البس دو ليمونيتي، وهيدي الاخطر. قد ايه عم تسمعوا حواليكم الناس عندهم سرطان؟ 70% من مرض السرطان هو سببه كتر الهرمون دو ستريس،
كثرة الستريس وكثرة الانكسيتي. وكل ما نسمع ناس عندهم سرطان كل ما منخاف أكثر، وكل ما عم نتعرض أكثر وأكثر للكانسير. الكانسير ب70% منه هو بس دو الإيمونيتي، بتنزل المناعة تبعنا ومنمرض بالسرطان. يلي بدي يكون تحفظوه إنه نحنا، وهيدي كلها دراسات علمية بالميدسين، فينا 5 مرات بحياتنا نتعرض للسرطان وما نمرض. 5 مرات. كل ما كان عنا قدرة نسيطر على الأنكسيتي، كل ما الإيمونيتي تبعنا طلعت، كل ما قدرنا سيطرنا حتى على المرض السرطان. ويلي منكم حضر سنة الماضية الجيستيون دي ستريس، فيكم ترجعوا تشوفوها على يوتيوب الجامعة، قديش الأوسيتوسين بتعلي المناعة، يلي هو هرمون الحب، يلي هو لما يكون عنا أصدقاء عنا عيلة منروح بزورة عمتي وخالتي، وكل جمعة عنا لقاء بالعيلة الكبيرة. هيدي ما بقى في منا شوي شوي. لجان ما بقى بقولوا لأهلهم مام روحي أنت، ما قلنا جلادة نسمع ختيرية. أور هيدي المحبة، الأوسيتوسين يلي منفرزها هي اللي بتحمينا. وقت ما بقى في أوسيتوسين المرض بيزيد. دونك السنساسيون دو فاتيغ، هيدا الإحساس بالتعب، كمان هو ما فينا نسيطر عليه على المستوى العقلي. منفقد السيطرة على دماغنا، وبالتالي ما بنعود فينا نركز. إنه أنا درست كتير وحضرت لفحصي، بوصل على الفحص قدام أول سؤال شو بيصير؟ قلبي بدق بحمر بخضر، منسميه بالفرنساوي بوان بلان أو باج بلانش أو تروبل دو ميموار، سموه شو ما بتكون، ترو دو ميموار. أوكي، وبالتالي ما بقى بقدر اتذكر المعلومات، درستها وحفظتها وسمعتها وساعدت رفيقتي. فعندي كتير كيت رائعين بحبهم كتير الانكسيو، لانه كتير شاطرين بيكونوا بس ما بيوثقوا كتير بحالهم. كون فسرت لرفيقتي، رفيقتي اخذت علامات عالية وانا نهارة ما قدرت اشتغلت. الخوف بيوقف لنا. نعرف لو سيرفو راسيونيل إلي دي برانشي، بتنقطع عنه الكهرباء مثل الاورديناتور، المعلومات بتضل جوا بس ما فينا نستعمله إذا ما في كهرباء. فوالا، ديفيكولتي دو سو كونسنتري، ما بعطينا نركز بالصف، ما فينا نحفظ، ما فينا ناخد قرارات. وأغلب الأحيان اللي كتير عندهم قلق، شو منعمل؟ منضل بالبيت، منزل على بيروت، منضلنا ببيروت، منسافر؟ يلي عنده إمكانية يسافر وعنده بيت وعنده أهل بفرنسا، منروح أو منبقى؟ ما منقدر ناخد قرار لما بتكون الانكزايتي عالي. الديفيكولتي اتروفي سوليسيون كمان. فاذا باللبناني منقول سكر راسي، تنطفي الكهرباء عن راسي. وللاسف قد ما كنت ذكيه ما بعود اقدر استعمل ذكيه. عم شوف في ناس عم يضحكوا ان شاء الله يعرفوا انه هن قديش هن قبضيات وقديش هن مهمين، بس الانكسيتي بتخربون. كنترول بسيشيك، وهون الاخطر، لانه على المستوى النفسي شو منحس حالنا؟ انه مش قادرين نسيطر، عندي اتاك دو بانيك، قلبي عم بدق ومش قادره اسيطر، عم بشعني معدتي ومش قادره اسيطر، عم بضيق نفسي ومش قادره وما بعرف ليش وكيف. عدم امكانيه السيطره هي اللي بتخلينا نعمل بانيك اتاك اكثر. لو كنا حكمه جي دي ميدسان كي فيف دي اتاك دو بانيك منو، بسبب كل اللي عم بيصير بالبلد. بتزيد الانغواس، ولما بيزيد القلق بتزيد الدبريسيون. ليش؟ لان منحس اوني امبويسون، مش قادرين نعمل شيء، مش قادره اوقف دقات قلبي، مش قادره اخفف. نحن فينا بالتنفس نخفف دقات قلبنا، بس براسنا منحس انه مش قادرين نسيطر على شيء. وكل ما حسينا مش قادرين نسيطر شو بيصير؟ منروح نحو السويسيد. مشان هيك منصير سويسيدير. الديبريسيون فيها تودي للسويسيد. وللأسف عم نسمع كتير أدوليسون اليوم بيقولوا لأمهم ما بقى بدي عيش، perte de confiance en soi، ما بقى عنا ثقة بزيتنا، ما بقى عنا ثقة بقدراتنا وطاقاتنا، وبس دي سيلف استيم. كل ما سيلف استيم نزل ما بسترجي روح على الجامعة. وبعرف طالبة كانت صارت موظفة بالجامعة وقتها شفتها، كانت الأولى كل حياتها. وقت صارت بالجامعة قالت مثل الأعور بين العميان، كنت يعني أنا كنت عم بطلع أقولي لأن رفقاتي كانوا مرتين، مش لأنه أنا شاطرة. بس صارت بالجامعة قالت أكيد أنا ما رح أنجح بالجامعة. ما تسجلت، ما راحت على الجامعة.
وقتها اجت لعندي، كنت بالانديو، فسرت لها انه هيدي الصوره كثير مغلوطه، انت انسانه قادره اذا كنت تطلعي الاولي فيك اليوم كمان ترجعي تطلعي الاولي. رجعت بعمر الأربعين سنه تسجلت وكفت علمها اون باراليل، ضلت موظفه حتى تقدر تقبض، بس رجعت تعلمت تلياني وراح تخصصت، لان هي بتشتغل بمكتبه تخصصت تقدر تدير الكتب بالمكتبة الانديو. لما بتجن الاميجدال شو بيصير؟ فاذا اخر كنترول هي كنترول علاقتنا مع الاخرين، يا مننزوي ما بقى بدنا نشوف حدا، منسكر الباب، حتى ما بدي احكي مع امي، انت ذكرتي حالة حدا يلي ما بده يحكي. منشوف اكتر واكتر عند الناس الانكسيو بيصير اشياء كتير تشغلهم بالهم، بس ما بدي اشغل بال الماما، ما بدي اشغل بال البابا، واذا معلق فيكي ما بدي اشغل بال اختي. دونك بفضل خلي الامور بيني وبين ذاتي، وهيدا بيتراكم وهيدا بيتفاقم الوضع. تندانس اليريتابيليتي، يعني بقدر كون كتير عصبيه اذا البيت طلع صوته. اليوم عندي باسيونت بدي اقلي، بتقلي صار صوت ابني اعلى من صوت بيو. طب الى ابخي او شيء الولد ورتين الإريتابيليتي من بيو، ولما بيشوف الموديل بده يتبعه. دونك تندانس اليريتابيليتي، الصريخ والعيط والانفعال، وبياخدوا أشياء وبيكسروا الأولاد لأنه راسهم الراسيونال مالينا بأي عمر بينضج؟ entre 24 et 26 ans elle a raison. وبالتالي ولد صغير بيقدر يكسر وبيقدر يأذي لأنه الراشنال بارت بعد ما نضج كفاية. بس إذا كانوا كبار كمان بيوقف دماغهم، لو نضج دماغهم بيسكر راسهم وما بعودوا يقدروا يعملوا علاقات جيدة. المشكلة هون بالبسيشيك، كان ما بيوثق بحاله بس هون ما بعود يوثق بالآخر. مين ما كان هيدا الآخر بيقدر يكون حامل بطياته مشكلة وبده يأذيه. ريسك دو بارانويا هي هيدي، بخاف من العالم كله، ما بعود بحكي مع حدا. أكيد بقلب الجامعة لا بنات ولا شباب ما بتصاحب مع حدا، لأنه البنات بيقدروا يأذوني لأنه في بنات هوموسيكسيوال كمان، وما بقدر سيطر إذا تحركشوا فيني، وإذا 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 بتصير جبل من الاحتمالات النيجاتيف براسهم بتمنعهم يتحركوا. الكنترول دو كومبورتمون، أنتوا بعدكم هلأ عم تعطوني ديز اكزامبل إنه سلوكاتنا ما عم نقدر ننام. أكيد ما فينا نعمل كنترول إذا ما حدا علمنا، بس إذا عملتوا إن بون جيستيون، وبتمنى ترجعوا لليوتيوب يلي بفضل زينة، ومناسبة ميل ميرسي لزينة. الجيستيون دو ستريس موجود على السايت تبع الجامعة، فيكم تفوتوا عليه وفي ديتاي أكتر كيف منتعلم النوم. بس إذا ما حدا علمنا، عنا تروبل دو سوماي، عنا تروب الأكل، وهلأ أنوريكسيا وبوليميا قد ما بدكن. منفتح البراد ومنقعد قدام البراد من شغلة لشغلة، حتى مش إنه مناخد نقعد مناكل ومنرجع. في ناس بتوعى بالليل وبتاكل. الأدكشن، ما تفتكروا إنه الأدكشن بس دروب. اليوم أكتر وأكتر منكون كتير أنكسيو وقلبي عم بدق كتير. كان عندي طالب بيشرب نص قنينة تويسكي قبل ما يجي على الأنديو من خوفه، بقى ما صار شيء قبل ما يجي على الجامعة، عم ياخذ نص قنينة. وقتها يرجع شو؟ لأن وقتها ما يقدر يركز بالصف، وقتها ما حدا يقدر من أصحابه يكون حده، وهو عايش دون سي بروبليم بمشاكله وبطريقة تفكيره النيجاتيف، شو بيصير فيه هذا بآخر النهار؟ وقتها بيرجع ما بعرف إذا بكفي القنينة أو بيفتح قنينة جديدة. فإذا الكول دراج، قدي صار في عنا شباب أدكتد لل بورنوغرافي. بحسب الدراسة طبعا عملت بالال اي يو، اكبر نسبة ادكشن هي للأسف مش على السوشيال ميديا وبس، تحديدا على البورنوغرافي، وخراب رح يصير بالعلاقة. تندانس على ديميسيون هي خلص ما بقى بقدر، خلص خلصوا زيتاتي. هيدا الاحساس هو يلي بيودي للانتحار. سي تري امبورطون نعرف انه شو ما عم بيصير نحن قادرين نسيطر. garder l'harmonie entre le rationnel et l'émotionnel. كيف
كيف بدي خلي راسي ما ينطفي؟ لأنه للأسف نحن كنا نفتكر أنه الأهم هو ذكائنا الانتليجنس راسيونال، يعني شيء اللي بنسميه آي كيو. كنتوا تسمعوا بالتست دانتليجنس كانوا يعملوا للأولاد يلي بدهم يعطون منح ويلي بدهم يرقون ويلي انتليجنس راسيونال. اليوم صار في شيء اسمه انتليجنس ايموشنال، يعني كيف نحن منسيطر مش بس على الايموشن تبعنا، على ايموشن الاخر. اذا بي عيط عندي طلاب ضربوا بيون، عندي طلاب ضربوا امهم لان طلع صوتها، وبالتالي ما قدروا لا سيطروا على الغضب تبعهم ولا سيطروا على غضب بيو يلي طلع صوته ويلي الله يستر هالبي قديش عم يتعب تيجيب القرش اليوم لأولادها، أو الأم يلي هالقد عم تتعب تتقدر تدير عائلتها وافترضنا ما كان لازم يطلع صوته وطلع صوته بس بيضربها الولد، أكيد ما عنده انتليجنس إيموشنال. الانتليجنس إيموشنال بتقرر نجاحنا بالحياة 80%، والانتليجنس راسيونال الاي كيو بس 20%. ليش؟ لانه الاميجدال بس تجن ما بتطفي لي راسي. لو كنت اذكى انسان، لو كنت جيني، ما خلص انطفى ديبرانشي راسي، ما بعود يقدر يشتغل. دونك انا بدي روق الاميجدال، وبليز احفظوا هالفكره، كل ما بروق الاميجدال تبعي، كل ما بروق، كل ما بروق قلقي، كل ما بكون منتجة أكتر، معطاءة أكتر، مبدعة أكتر، خلاقة أكتر. بليز من هون أهمية نتعلم كيف نسيطر. كيف منسيطر؟ تسمعوا على السوشيال ميديا أو على كل الكوتشي اللي بيطلعوا على الميديا بيقولوا لكم إيفو أبراندر أبوزيتيفي. شو يعني بوزيتيفي؟ بسرعة ستوب بريميني لباسي نيجاتيف. أنا بحكي لإكس، برجع بحكي لإجريك، وبحكي لزد. كانوا يفتكروا بالزمانات مجرد ما نحكي ونطلعهم خلاص فضينا. لا، بدنا نهضم. شو يعني نهضم؟ وقت باكل تفاحة، التفاحة فيها دشي وفيها فيتامين، لما بهضمها في جزء بيطلع بالتواليت وشسده، وفي جزء البوزيتيف والفيتامين باخده. فإذا ما بكفي أنا أكل، بدي أهضم. وقت مش قادرين تهضموا بدنكم بيجعكم وبتراجعوا أو بتعملوا إسهال وبيطلع كله المنيح والمش منيح. دونك يفو سافوار ديجيري. وصار عنا دي تكنيك دو تيرابي بتساعدنا دو ديجيري. بس رفيقة حبيبة وذكية فيها تساعدنا، أمي، بيي، منسميهم أجان دو ريزيليانس. مش ضروري نروح عن تيرابوت، بس ضروري نحكي مع الشخص المناسب يلي قادر يساعدنا. هيدي فإذا بالنسبة لمشاكل الماضي، يفو أفري علي ديجيري. أنتسيبي لفني، شو بده يصير بكرة؟ رح تعلق الحرب أو ما رح تعلق؟ ستوب كون أنتسيب لو نيجاتيف. كل ما منحط احتمال، ما بعرف شو بده يصير أنا. مين منكم بيعرف؟ ما بعرف حتى، إن سمحت لحالي أقول الله بيعرف. ما حدا بيعرف عند المجرمين والشياطين واللي عم بقتلوا العالم على الشمال وعلى اليمين شو بيعملوا. وبالتالي أنا شو بدي أقول؟ بدي أقول هيدا احتمال تصير الحرب. احتمال التاني أنه يصير فيه هدنة ويصير فيه سلام ويصير فلسطين وغزة وإسرائيل يتفاهموا مع بعضهم ويوصلوا. يلي بيعرف، أنتوا درستوا أنتوا صغار الحرب العالمية الثانية وشفتوا قديش كانوا الفرنسوية والألمان يقتلوا ببعضهم، وهلأ صاروا فراترنيتي بين بعضهم. دونك إيه، إن شاء الله نوصل نحن أغلبية نسائية منحب السلام ومنشتغل للسلام، إن شاء الله نقدر. وبأكد لكم أنه لما أنتوا تعترفوا بدوركم وبإمكانياتكم فيكم من مطرح ما أنتوا تشتغلوا للسلام. فإذا منعمل مينيمايز للنيجاتيف ومنعمل ماكسيمالايز للبوزيتيف براسنا. سافوار بوزيتيفي هو ستوب نفكر هلأ شو عم بيصير، عجقات السير والسرقات، شو عم بيصير بالبلد. إذا بلشنا نوصف شو عم بيصير بالبلد ما منخلص. بس مين عم بيفكر اليوم عنا شمسات حلوة بتطلع العاصفة نهار وتاني يوم بتطلع الشمس والسما زرقة؟
انا قاعده ببيت امي بتحضر لي الاكل، ما بدق بيجامتي ما بشيلها، تختي ما بسويه، مام بتسوي لي قبل ما اجي على الجامعه، ويا تقبرني عشيه عندك فحص بكره شو بعمل لك اكل باشر لك. وكانت امي كنت اقول انا كيف بدي اتجوز ولاقي حدا يقشر لي الفواكه عشيه انا وعندي شغل. قالت تي توجور لا، بابا اي توجور لا، ماما اي توجور لا. هيدي نعم بحياتنا. لما منطلع على النعم البوزيتيف بحياتنا، مايند سيت بوزيتيف، هون الكلمه بحب كثير اسمها مايند فولنس. مايند فولنس هو قدرتنا نكون ناو اند هير دون لو بوزيتيف يلي بحياتنا. كلنا عنا مشاكل، كلنا عنا مشاكل وما فينا دائما نهرب منها، بس شو فينا نعمل؟ نتطلع بنعم ربنا، ويلي ما بآمن بالله بنعم الطبيعة والبوزيتيف يلي بحياته، بغض النظر الطبيعة اللي حوالينا قديش بتعطينا بوزيتيف. جاردي لا سيرينيتي، رح بتشوفوها وتفهموها، أكيد بتعرفوها لا بريير دو لا سيرينيتي. بروندر أون شارج سان ميديكامون، عندكم القدرة ما تاخدوا دواء وتجربوا أولا تجمعوا الهرمونات. وهون بديكم ترجعوا لليوتيوب تبع الجيستيون دو ستريس، رح بتشوفوا ديتاي اكثر. الاندورفين بنعملها لما بنعمل سبور، لما بنضحك، لما بنتنفس، لما بنتمشى بالطبيعه. الاوسيتوسين هي التعلق العاطفي، هي الايمان، هي الصلاه، بتعطينا كثير اوسيتوسين ومناعه. والميلاتونين عشي بتخلينا ننام وبتخلينا نكون ريبار، نقدر نشفي كل أمراضنا نحن ونايمين عشية، لأنه بفوت جسمنا بشيء اسمه ووشينج ماشين، بفوت الميلاتونين يلي نحن منفبركه، بينظف لي خلايا دماغي وخلايا جسمي. كل الأمراض بتطلع من جسمنا بتتنظف بالليل نحن ونايمين. بس إذا نمنا من العشرة للستة، وأنتو كشبيبة للأسف، بس كشبيبة وحتى الكبار ما بقى يصدقوا انه نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير، ما بقى يصدقوا. اليوم العلم ثبتها انه ايه اذا بدكم تعملوا ميلاتونين من العشرة للستة. فاذا يلي بدي اطلبه منكم هي شغلتين تحفظوها وواضحين، بس تقروهم رح تفهمون. رانفورسي لي فاكتور دو بروتكسيون، رفيقتكم هلا عطيتنا دي فاكتور دو بروتكسيون، العائله ات ان فاكتور دو بروتكسيون، المحبه الصلاه هي فاكتور دو بروتكسيون. ننمي ذكائنا الايموشنال ونعرف نتحكم فيه هو فاكتور دو بروتكسيون. هيدي اخر كلمه تونغ، مين بيعرف شو يعني تونغي؟ سمعها مين عنده خبره لانش بالبحر؟ اللانش يلي عنده خبرة، إذا أنتوا كنتوا باللانش وحدا عم يتصيد بيوقف اللانش تيتصيد، بس يوقف اللانش بضل يهز وساعتها بتدوخ المال دومير، منحس فيه. إذا اللانش ماشي بسرعة ما منحس بشي، بس وقتها يوقف اللانش ويل أوسي يل تونغ يعني بيروح شمال ويمين، هيدا الشخص يلي ما قادر ياخد قرار وبيضل محله، بروح او ما بروح، بطلع من البيت او ما بطلع من البيت، بنزل على الملجا او ما بنزل على الملجا، مش قادر ياخذ قرار ومش قادر يتحرك، هيدا اكيد ما عنده فاكتور دو بروتكسيون. بس يلي بيقول انا بدي اقدم، انا بدي اروح على الجامعه، شو ما صار، صارت الحرب وانا بالجامعه هونيك بلاقي الحل. مطرح ما كان بنلاقي حل، وبالتالي لازم يفو افونسي، يفو الي، يفو ديباسي. رحت شفت رفيقتي وما ساعدتني بشوف غيره، رحت شفت الخوري وما ساعدني بشوف غيره، شفت ثيرابوت ما عرفت ساعدتني بشوف غيره. دونك افانسي، بشو افانسي؟ باللي عنا. وباكد لكم الانكسيتي اللي عنده انكسيتي لازم يشوف حاله، لان عنده خمس اهم علامات الانسانيه، بيكون ايبر سنسيبل وبالتالي بحس مع العالم، بيكون عنده امباثي، بيكون عنده كومباشن، بيكون عنده جينيروزيتي، بيكون عنده انتويسيون. دونك الانكسيو اي ان جيني هومان، ولكن لما بنتصور حالنا فولنيرابل وفراجيل بنخرب. شو هن الفاكتور دو فولنيرابيليتي؟ لي تروما يلي عايشينها، الايفيتمون، ما بروح على الجامعه خوفا من، ما بروح بتعاطى مع رفيقتي خوفا من. البرفكسيونيزم، مين منكم منه برفكسيونيست هون؟
برافو. اليوم البرفكسيونيزم هو مرض. شو يعني برفكسيونيزم؟ اليوم السوشيال ميديا بتدفشنا نكون الأشطر والأكبر والأهم والأضعف، مش هيك؟ واللي بيجذب الرجال أكثر، وأوعى يكون 1 سنتيمتر دو بلوس أو دو موان أو دونك être dans ces exigences élevées, c'est des tortures, c'est une maladie. Donc stop vouloir être les premiers. باللي عندكم افرحوا، بنجاحكم افرحوا. والولد يلي ما بيجيب إلا الموين، ما ضروري منساعده يكون بيرفكتيبل، يكون أفضل، بس ما ضروري نقابله. ليك ابن عمك شو عم ياخد، ليك خيك شو عم يعمل. ستوب كومباري، لا كومباريزون بتودينا للمهالك. ستوب سو كريتيكي. آخر ثلاث أفكار بحب توقفوا عندها. Nous tenons le pouvoir de contrôle de l'anxiété. نحن منقدر نسيطر على الانكسيتي. إذا كانت جينيتيك، دراسة جديدة اسمها الإبيجينيتيك بتأكد لنا إنه فينا نغير الإكسبرسيون دو نو جين. هيدي الفكرة. إذا بدكم تنسوا كل شيء قلت لكم إياه، بليز هودي الثلاثة آخر سلايدسات كثير بحب تحفظون. فإذا جينيتيك، علم الإبيجينيتيك بيساعدنا وبأكد لنا، il confirme qu'on peut changer. وإذا كان المجتمع علمنا، أمي علمتني، فرويد كان يقلنا يلي بيصير بالتروازون خلص بضل زربنا كل حياتنا وآسرنا كل حياتنا. بدي أكد لكم إنه بكل عمر، بالسبعين سنة المريضة اللي عندي تحسنت بوقت كتير قصير، ألورك صار لها سبعين سنة عم بتعيني. بحيالة عمر شيء اسمه plasticity du cerveau، يعني قدرتنا نتغلب على كل البروغرام يلي حطوه براسنا أهلنا والمدرسة، لأن المدرسة عندها بولينج أكتر بكتير من ما منعتقد. بالزمانات كانوا يلي دفتره مش ظابط وأخذ زيرو يعلقوله الدفتر، هيدا عأيامي يعلقوله الدفتر ويمشوه بالملعب. تصوروا قديش كانت سيستم إدوكاتيف، وبعده لهلأ قائم على البونيسيون مش على الريكومبانس. شو بدنا نعمل من هلا ورايح؟ نحفظ انه on peut contrôler et on contrôle quand on positive.